احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الأعمار الصغيرة واتكلمنا على السن اللي هو من 9 شهور ل 3 سنين، واتكلمنا على السن اللي هو 4 سنين ل 7 سنين. على بال ما نوصل للسن اللي بعده اللي النهاردة هنتكلم فيه، السن ده خلاص احنا كده داخلين، يعني يا داخلين يا دخلنا سن البلوغ. فاحنا دلوقتي في الوقت اللي هو مهم قوي، لانه الاوقات اللي فاتت على قد ما هو مهم في تعليمهم وارشادهم، احنا دلوقتي وصلنا للمرحلة اللي اي قرار هم هيعملوه هيكون ليه تأثير، وخصوصا ان مع سن البلوغ في هرمونات، ودلوقتي حتى لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على بعض الحاجات اللي زي، وهنتكلم تاني برضو على الانتصاب وحاجات كده، لا دلوقتي بقى فيه هرمونات، مش بس ان هو حاجة بتحصل قبل البلوغ. فجزء من اللي هنتكلم عليه، طيب ايه اهمية العمر ده والسن ده من 8 ل 13 سنة؟ ايه اللي الولاد بيعملوه في السن ده؟ بيتكلموا مع صحابهم عن العلاقات، وبيتكلموا مع صحابهم عن الجنس. الحاجة التانية ان هم طبعا عندهم، زي ما اتكلمنا لما كنا بنتكلم في التكنولوجي، عندهم دلوقتي اكسس ان هم يشوفوا تلفزيون، طبعا عندهم تليفونات في الوقت ده، لان احنا قلنا لو احنا عايزين نأجل الموضوع شوية ممكن نأجله لغاية ما يدخلوا الميدل سكول، which is بنتكلم على سن 11 سنة. على السن ده هيكون معاهم سيلفون، فهيقدروا يطلعوا عليه أي حاجة. طبعا عندهم يعني كل السوشيال ميديا وكل الكلام ده موجود، فالسن ده عندهم يعني بيقدروا يوصلوا لمعلومات كتيرة قوي. الحاجة التانية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، ان المدارس من سن خصوصا ميدل سكول هيبتدوا يعلموهم كتير قوي وطالع عن الجسم، الجهاز التناسلي، عن الجنس والوقاية وكل الكلام ده. فاحنا عارفين ان هو بيوصل لهم معلومات كتيرة خالص، ودي من الحاجات المهمة اللي هنتكلم عليها، لانه المعلومات دي هتوصلهم وحد تاني هيكلمهم فيها، فإيه دورنا في المرحلة دي وهم بيوصلهم معلومات كتيرة. الحاجة التانية زي ما قلنا بيقدروا يبحثوا ويدوروا على المعلومات بنفسهم. طيب لو عايزين نتكلم على، طب إيه اللي إحنا علينا نعلمه لهم في المرحلة دي؟ ودي مرحلة حتى لو ما كناش اتكلمنا قبل كده، خلينا نتأكد ان احنا بنتكلم في المرحلة دي. مش هينفع ان احنا نقول هما لسه صغيرين في المرحلة دي، لانه يعني انا لما عيالي دخلوا المرحلة دي بقول لهم يا حبيبي، لما حد بس يكلمك على حاجة او يدي لك دراجز او مش عارف ايه، بيقولوا لي ماما الموضوع دي بتحصل، يعني حاصلة. فيعني اللي احنا بنفتكره ان هما لسه بدري، مش بدري خالص. انت من ميدل سكول ومرات أبدر بيبقوا عارفين مين الولاد الديلرز اللي بيدوا دراجز، بيدوا مخدرات، بيبقوا عارفين المصادر بتاعت كل حاجه. فمش عايزين ان احنا نفتكر ان هم صغيرين على اي حاجه. فاول حاجه لو ما كناش بنتكلم معاهم قبل كده في الاعمار اللي قبل كده من 8 ل 13 سنه، هنحتاج نتكلم. الحاجات المهمة اللي احنا هنحتاج نعلمها لهم ونتأكد ان هم، مش بس ان احنا بنقولها لهم بس هم مقتنعين بيها، هو ان احنا مختلفين. ليه احنا مختلفين؟ مش علشان الحضارة بتاعتنا، احنا مختلفين لان احنا ولاد ربنا، وولاد ربنا دايما هيبقى فيه اختلاف بينهم وبين العالم، ده مش تخلف. وخصوصا للاباء اللي جايين من الشرق الاوسط جديد، مرات العيال بيحبوا يعني شويه يستعملوا الموضوع ده
مع الاهالي انه كانه ايه، لا بس انتوا الحضاره اللي جايين منها، لا هي مش الحضاره. لو احنا بنخاف ربنا في حياتنا هنبقى دايما مختلفين، ودي حاجه مهمه قوي. كانوا دايما عيالي يحاولوا يلخبطوا الدنيا، اقول لهم لا الموضوع مش حضاره، الموضوع انه ولاد ربنا. اه الحياه صعبه في العالم لان احنا عايزين نبقى مختلفين. فدي يعني مبدا مهم قوي ان الولاد يفهموا قيمتنا، هي قيمتنا في ربنا واختلافنا ده لأن احنا ولاده، ولأن احنا عايزين نبقى نور للعالم، فمش كل حاجة العالم بيعملها احنا كمان هنعملها. الحاجة التانية هو انه على قد ما نقدر نقنعهم بالحاجات دي عن ان احنا نعملها قوانين، اللي هو ايه لازم تعمل كده مش لازم تعمل كده، لأن الولاد بطبيعتهم في السن ده لو حسوا ان انا بحط لهم قانون، أهم حاجة في الحياة هتكون إن هم يكسروا القانون. فأهم حاجة إن إحنا نحاول بالإقناع، ولو ما اقتنعوش من أول مرة نجرب مرة تاني، ونخلي الحديث مستمر معاهم، لأن لو ما كسبناش الديسكشن دي بصراحة هتبقى قوانين وهيحاولوا يكسروها على قد ما يقدروا. فهو اقتناع مش قانون، دي حاجة مهمة مش قانون. الحاجة التانية اللي هنحتاج نعلمها لهم بصراحة هو ان يحتفظوا بان هم يكونوا جسمهم هيكل الله، ان هم يبقوا يعني فيرجن او يبقوا عذارة لكذا سبب. اول حاجة ان هي دي طاعة لربنا، ربنا عايزنا ان احنا نحافظ على الهيكل ده، وان احنا ما نكونش بنعرضه لاي حاجه تسيء ليه. الحاجه الثانيه ان احنا بنخلي نفسنا لشريك الحياه في المستقبل، وربنا قاصد كده، عشان كده هو لما حط الفكره بتاعه الجنس حطها في اطار الزواج مش بره. فكل ما نتكلم مع اولادنا وهما نفسهم بيسألوا، يعني لو مش في السن ده هيكون في السن اللي بعده، فلازم يبقوا فاهمين كويس قوي ان ربنا قصده من الجنس كان يبقى ان هو يبقى في اطار الزواج، وحتى لو لسبب من الاثنين، حتى للمتعة او للخلفة، فالحاجتين لازم يكونوا في اطار الزواج. انه الرغبه اللي عندهم دي رغبه ربنا حاططها فينا، فبرضه مش عايزين نحسسهم كانه ايه قله الادب دي، يعني ازاي انت بتتكلم على الجنس، او ازاي ربنا حاطط الرغبه دي في الانسان. بس كمان ربنا عايزنا يبقى عندنا نحط حدود، ويبقى عندنا ان احنا نقدر نستنى لما يبقى عندنا شريك حياه، وانه هنحافظ على نفسنا وهنبقي نفسنا للجواز. فبرضو ناكد للولاد ان الرغبه اللي عندهم دي رغبه طبيعيه جدا وربنا حاططها فينا، ومش حاجه يعني نتكسف منها، بس طاعتنا لربنا ان احنا نستنى دي مهمه. فهو الاصعب حاجه على الولاد في السن ده، ولاد وبنات، هو انه في رغبه دي حقيقية، لأن هما دلوقتي في سن المراهقة وفي الرغبة دي موجودة، وإزاي إن إحنا نطيع ربنا في إيه اللي هو متوقعه مننا بالنسبة للجنس. نتكلم معاهم برضو على إنه لو ما خدناش بالنا ممكن يبقى في إدمان في الجنس، ممكن يبقى إدمان يعني مع حد أو مع ناس، وممكن إدمان زي ما اتكلمنا لما كنا بنتكلم على الإلكترونيات وكده، ممكن يبقى من خلال المواقع الإباحية وحاجات زي كده. فبرضو نتأكد إن هم فاهمين، نرجع باك لربنا إن إحنا نطيع ربنا وفي نفس الوقت نحافظ على نفسنا من الإدمان. نتكلم معاهم برضو على ليه إحنا بنحافظ نفسنا لوقت الجواز، لأنه كمان من مشاكل الكبيرة اللي الناس بتقع فيها لما بتبتدي يبقى عندها علاقات جنسية قبل الجواز، يبتدوا يقارنوا
من شخص للتاني، والشخص اللي كان معاه قبل الجواز وبعد الجواز، ده مش صحي. وبعدين ليه كذا مشكلة، في مشكلة من ضمن المشاكل طبعا اللي هي يعني لازم يبقوا فاهمينها، انه بيؤدي لأمراض جنسية. وغير طبعا يعني، ودلوقتي بقت المشاكل والحاجات الصحية والأمراض الجنسية كتيرة، فبرضو يعني الحاجات اللي برضو لازم هم يبقوا مفكرين فيها، ان الناس بتمرض وبتعيا بسبب عدم الطاعة في الموضوع ده. وآخر حاجة طبعا اللي يمكن نحتاج نقضي فيها وقت كتير، ويمكن أنا مع ولادي مش في السن ده بس السن الأكبر اتكلمنا عليها كتير قوي، لأن كانوا هم نفسهم بيسألوا يعني كمان إنه في بتحصل بقى يعني نفسيا لما بيبقى عندهم بوي فريند وجيرل فريند بدري، على بدري خالص، وطبعا بتبقى علاقات على قدها قوي، بيبقى في جروح. وبرضه من الحاجات اللي ربنا عايزنا نحمي نفسنا منها هي الأمراض والجروح النفسية والمشاعر وكل الكلام ده، لأن العلاقات دي ما بتبقاش مبنية صح، وعشان كده بتفشل، وعشان كده ملهاش أي أساس، وبتسبب مشاكل يا إما نفسية، وإن المشاعر تتجرح، يا إما بتسبب أمراض وحاجات زي كده. فأنا يعني دي كلها مواضيع هنحتاج نتكلم معاها بصراحة مع العيال، علشان يبقوا فاهمين إنه في أسباب إحنا ليه بنحاول نحميهم، وعايزينهم يفهموا المخاطر اللي ممكن يقابلوها. طبعا السن ده مهم، لأن ده السن زي ما قلنا اللي بيدخل على البلوغ، فإحنا محتاجين لو ما كناش عملنا كده من سن 4 لـ7 سنين، لأن في منكم كان حاسس إنه بدري شوية، السن ده ما عندناش اختيار، هم داخلين على البلوغ ولازم يبقوا فاهمين ايه التغييرات اللي هتحصل في جسمهم، التغيير في الهرمونات، البنات هيحصل لهم ايه بالنسبة للتغيير في الجسم، الصدر هيكبر، هيبتدوا الدورة تجيلهم، يعملوا ايه، ياخدوا بالهم من نفسهم ازاي، الولاد برضو ايه التغيير اللي هيحصل في الجسم، صوت وكل الكلام ده. و برضو في عشان بنتكلم على من 8 ل 13 سنة، في عيال متأخرين جدا في البلوغ، فبرضو نطمنهم انه لو ما حصلش في الوقت ده ما يقلقوش، في عيال مش بيحصل لهم الا على 16 سنة، فبرضو علشان ما يبقوش حاسين، ده بيضايق العيال جدا على فكرة لما يلاقوا كل اصحابهم ابتدوا يمروا في المرحلة دي وهم لسه لا في صوت اتغير ولا في شعر طلع ولا في اي حاجه حصلت. فلازم برضو نطمنهم ان ده طبيعي جدا وانه هيحصل، ونبقى متابعين مع الدكاتره، يعني لما بيروحوا للدكتور من سنه للتانيه برضو نتاكد ان هم بينموا نمو طبيعي، وان ما فيش مشاكل، وان هم ودايما الدكاتره على فكره بتقول هو لسه شويه عليه في البلوغ ما حصلش، وكويس ان الولاد يسمعوا ده من الدكتور، او مثلا بيقول ابتدى يبين بعض مظاهر بس متاخر يعني لسه شويه يا دوب نبتدي، او لا خلاص احنا كده يعني دخلنا في البلوغ، ابتدى يعني يبين مظاهر للبلوغ. فكويس ان احنا نبقى متابعين مع الدكاتره بتاعتهم من سنه للسنه، نتاكد ان هم النمو طبيعي وامتى البلوغ بيحصل، وهم بيبقى عندهم بيعرفوا إذا كانوا ابتدوا أو لسه أو لسه شوية عليهم أو يعني في النص. فدي حاجة مهمة إن الولاد يسمعوها برضو من الدكتور، بتطمنهم إن حتى لو بقية أصحابهم ابتدوا هم أون تراك وكويسين. والحاجة التانية اللي اتكلمنا عليهم هو التغيير في الجسم، ولو ما كناش وريناهم الجسم التناسلي نفهمهم إيه اللي بيحصل، وفي البلوغ إيه اللي بيحصل لهم مختلف عن قبل كده. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الانتصاب، وعايزة ارجع له تاني برضو المرة دي، لانه احنا اتكلمنا الانتصاب قبل البلوغ بيحصل من الولادة مرات ومن غير اي سبب، وبعدين بيستمر لبعد البلوغ. ممكن يحصل من غير سبب، وممكن يحصل ان الولاد بيلمسوا الاعضاء الخاصه، عشان كده قلنا ان هم في السن من
ثلاثة أو أربعة لسبع سنين نبتدي نعلم إن ما يلمسوش الأعضاء الخاصة. الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها إن أول ما البلوغ بيحصل، لو حصل انتصاب مرات بيحصل القذف، فدي دي ده ده لما بيبتدي بقى يبقى فيه قذف بيكون بعد البلوغ. بالنسبة للاستحلام، which is حاجة احنا ما اتكلمناش عليها المرة اللي فاتت بس عايزة أكد عليها، ده بيحصل وقت النوم وبيحصل للولاد بعد المراهقة، ده بيكون مش يعني مش ما هماش عندهم قوي كنترول عليه بس بيحصل. للبنات نتكلم على الدورة الشهرية علشان يبقوا فاهمين ايه اللي هيحصل وليه بتحصل، لو ما فيش طبعا ان السبرم والاج زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت بيتجمعوا، عشان كده بيحصل ان الغلاف بتاع الرحم بيتشال وبينزل معاه البليدنج ده، فلازم نفهمهم ليه هو بيحصل ويبقوا متوقعين وازاي ياخدوا بالهم من نفسهم في الوقت ده، ونساعدهم كمان ان هم يفهموا مش بس اللي بيحصل بالنسبة للدورة بس كمان الهرمونات اللي بتبقى حاصلة في الوقت ده، علشان برضو نبقى احنا نفسنا عارفين نساعدهم وهم يبقوا فاهمين نفسهم. ممكن يبقوا متضايقين زيادة عشان الهرمونات، ممكن يبقوا بيعيطوا، ممكن يبقوا بيتضايقوا على أي حاجة بسهولة، فلازم يفهموا مش بس الحاجات اللي هتحصل في الجسم بس كمان إيه اللي بيحصل معاهم وليه هم بيبقوا يمكن متضايقين زيادة عن في أي وقت تاني. خلينا نتكلم على العلاقات شوية، لأن دي من الحاجات اللي الولاد حتى لو ما سألوش من سن 8 ل 13 سنة، العمر اللي بعد كده اللي عندهم ولاد كمان أكبر هيحتاجوا إن إحنا برضو نتكلم بصراحة عن الاهتمام بالجنس الآخر. ده شيء طبيعي زي ما قلنا، لو ربنا حاطط فينا الرغبة هيبتدوا يعني يعجبهم الجنس الآخر، دي حاجة طبيعية جدا ومش مفروض نقول عيب ولا لأ ولا إحنا ولا وإحنا ما ابتديناش إلا قبل ما نتجوز الكلام ده، لأنه شيء طبيعي. ونبتدي نعلمهم شوية حاجات مهمة، وأنا اتكلمت بصراحة مع عيالي في الموضوع ده. أول حاجة إن إحنا في السن ده ما بنفضلش إن يبقى فيه علاقة boyfriend girlfriend، وخصوصا يعني في السن لغايه اخر الهاي سكول يعني. فانا حتى قلت لهم يعني ايه الفايده من العلاقه دي لو انتوا عايزين اصدقاء؟ احنا نشكر ربنا طبعا ان في الكنيسه عندنا مجموعه شباب ولاد وبنات، فخلي علاقاتكم كلها تبقى في وسط المجموعه دي، وهتتعرفوا على البنات وهتتعرفوا على الولاد وهتبقى علاقه صحيحه وما فيهاش اي مشاكل ليكوا او للبنات. أنا عندي ولدين طبعا للي ما يعرفش. فمن الحاجات اللي احنا كنا يعني مهتمين نعرفها لهم ان احنا بنتوقع ان صداقاتهم مع البنات تكون في الإطار ده مع المجموعة كلها، ومش ان يبقى عندهم a girlfriend او a boyfriend. وكنا بنتكلم بصراحة عن كمان انه لأن في العمر ده العلاقة هتفضل يعني العلاقة مش هتتحول لجواز، مفيش داعي إن هما يركزوا مع حد معين. وأنا كنت صريحة معاهم، قلت لهم أنتوا لو تبصوا على الولاد اللي معاكم في المدارس، الولاد اللي عندهم علاقة مع حد، العلاقة دي مش هيجي من وراها إلا المشاكل. ليه؟ يا هيلاقوا نفسهم في جنس، وطبعا عيالنا عارفين كويس قوي ان في المدارس بيشوفوا ان في بنات بتحمل. طيب فدي اول مشكله، فانت عيل ومع عيل دلوقتي. الحاجه الثانيه الامراض زي ما اتكلمنا. الحاجه الثانيه ان العلاقه دي معظم الوقت ما بتستمرش، فاحنا عارفين ان هي علاقه بس كده. وبصراحه يعني عيالي قالوا لي معظم الوقت العيال بيبقوا عايزين العلاقه دي عشان الجنس. طيب يا جماعة، لو هي العلاقة دي مبنية مش على أساس وهي كلها على كده، يبقى إحنا مش بنرجح إن يبقى في علاقة جنسية أو تركيز مع شخص معين في السن ده خالص. وإحنا يعني بنقول لهم يعني لغاية ما توصلوا لسن جامعة وتبقوا جاهزين
ان تبقوا في علاقة مع حد، احنا مش بنرجح ان يبقى في اي علاقة مع حد معين. ودايما حلو ان احنا نتكلم معاهم على ايه السن المناسب، يعني لو هو مش وقت الميدل سكول والهاي سكول، ايه السن المناسب وليه بقى مناسب. فدي حاجات مهمة قوي ان احنا في الاعمار دي نتكلم. وانا بصراحة عيالي سألوني قالوا لي يعني ليه انتي ما مش عايزة يبقى عندنا بوي جيرل فريند في السن ده. فمهم ان احنا نبقى صريحين، ولو هما ما سألوش كويس ان يعرفوا رأينا في الموضوع ده علشان يبقوا معانا على نفس الخط، ونبقى متفقين انه ايه التوقعات، ونرجع باك برضو لربنا عايزنا نحافظ على نفسنا للجواز، وإطار الجنس بيحصل في الجواز مش بره. الحاجات التانية اللي مهمة برضو ان احنا نتكلم فيها العلاقات السرية والعواقب بتاعتها، زي ما قلنا منها الصور الإباحية لأنها بتشوه صورة الجواز. ففي سبب مقنع ليه هي مش كويسة لينا وبتخلينا نقارن، وبرضو نبقى واضحين معاهم جدا ان زي الممارسات الجنسية بره الجواز مضرة، الصور الإباحية برضو مضرة. وطبعا يعني كل ما نكون منفتحين معاهم على خبرتنا احنا كمان في سن المراهقة، I think ان العيال بيقدروا قوي الموضوع ده، وبيعرفوا انه ان احنا يعني بجد ما احناش بس بنديهم في اوامر، لكن ايه اللي احنا يعني في السن بتاعهم إيه ازاي حاسين معاهم، لان احنا مرينا بنفس الظروف، وفي نفس الوقت ايه الغلطات اللي احنا يمكن عملناها، علشان يعرفوا ان احنا مش بنديهم بس محاضرات، لكن احنا كنا في وقت ما. هم مرات بيحسوا ان احنا يعني عواجيز قوي على ان احنا نكون عدينا في المرحلة بتاعتهم، بينسوا ان احنا في يوم من الايام كنا مراهقين زيهم. فحلو ان احنا ناكد لهم ان احنا فاهمين كويس قوي انتوا بتعدوا في ايه، واحنا عارفين انها مرحله صعبه، مرحله صعبه لان لسه مش يعني ما نضجوش كفايه، مرحله صعبه لان في تغيير كتير بيحصل معاهم، تغيير في الجسم وتغيير في الهرمونات، والقرارات اللي بيعملوها في السن ده ما بتبقاش قرارات يعني كويسة دايما، بتبقى معظم الوقت based on هم حاسين بإيه أكتر من إن إيه الصح وإيه الغلط. فلازم نراعي برضو إن هم معذورين في السن ده، وزي ما إحنا مرينا في الوقت ده وكان صعب، ودلوقتي بصراحة يا جماعة أصعب قوي. يعني خلينا نكون واقعيين، في حاجات كتيرة قوي من اللي هم بيمروا فيها إحنا ما كانتش على زماننا ولا كانت على وقتنا يعني بالصعوبة دي. ما تنسوش انه زي ما قلت لكم يمكن في مرة قبل كده، لما انا كنت في الثانوي علشان ما كانش عندي بوي فريند، كمية التساؤلات اللي كانت عند العيال كانت تضايق. يعني كانوا مرات يقولوا لي انت ايه مشكلتك، يعني what's wrong with you، طب ليه، هل ما فيش حد سألك، يعني كأنه في عيب بيحاولوا يلاقوه. فكمية الضغط اللي على العيال ان هم يبقوا زي الباقيين قوية جدا، وبتخليهم مرات يحسوا انه كأنه يعني طب وانا واخد ايه من العادات بتاعتنا، او ان انا ابن ربنا وكده، بتخليهم مرات يبقوا حاسين ان هم مش قادرين يندمجوا مع باقي العيال وما لهمش صداقات، لانه العيال بيضحكوا عليهم او العيال بيتريقوا عليهم او محسسينهم ان هم متخلفين فما ينفعش يبقوا اصحاب معاهم. كل الكلام ده بيحصل معاهم، واحنا مرات ما بنبقاش دريانين، احنا هممنا ان هم يعملوا اللي احنا عايزينه، بس مش قادرين نراعي كميه الضغط اللي عليهم من بره، انه هو ده النورمال، هو ده الطبيعي بره، وهم مش طبيعيين. فلما نتكلم معاهم برضو لازم نفكرهم ان احنا فاهمين كويس قوي ايه اللي بيحصل معاهم، وانه ظروفهم مش سهلة، وان احنا متعاطفين معاهم، وان فاهمين كويس قوي اللي بيعدوا فيه. اخر مرحلة وبعد كده هنوقف ونتكلم شوية
يعني ناخد أسئلة ونجاوب. السن اللي هو من 13 ل 19، وأنا يمكن اتكلمت عليه وإحنا بنتكلم على السن اللي قبليه. السن ده إحنا خلاص مفروض نكون علمناهم الحاجات المهمة اللي محتاجين يعرفوها، وفي السن ده إحنا بس بنكون يعني موجودين ليهم كأصدقاء، وإن إحنا موجودين ليهم في الرحلة المرحلة اللي بيمروا فيها. ومش شرط إن إحنا يعني على 13 سنة المفروض يكون فهموا كتير عن الجنس وعن المراهقة، ونكون فهمناهم كل حاجة، فإحنا بس موجودين ليهم كأصدقاء بنوجههم في الوقت ده، بنشوف إيه القرارات اللي هما بيعملوها، وإيه اللي إزاي بيتصرفوا معاهم. نحاول نساعدهم لما يبقى عندهم مشاكل مع أصدقائهم، أو إن الصداقات اللي عاملينها بتسبب لهم مشاكل في الجنس أو مشاكل في أي حاجة تاني. نوجه على قد ما نقدر لما نشوف حاجة مش صح معاهم، بس ده برضو مش هيحصل في السن ده إلا لو إحنا أصدقاء. يعني لو إحنا هم حاسين إن إحنا مش بنتفاهم معاهم، أو اللي إحنا عايزينه هو اللي إحنا عايزينه، مش هنقدر نبني صداقة بكفاية إن هم يرجعوا لنا ويتكلموا معانا بصراحة، وبصراحة في الحاجات الكويسة والوحشة. يعني لو هم عارفين إن لو قالوا لنا حاجة وحشة إحنا هن هن هيبقى في يعني هنزقر، مش هيقولوا لنا. فرد الفعل بتاعنا على أي حاجة مهمة قوي، وهو اللي هيقرر إذا كان الولد أو البنت هيجوا لنا في المرحلة دي أو لا. نكون جاهزين نبقى مرجع ليهم نجاوب على أي أسئلة. لو مش عارفين، حلو إن إحنا نقول لهم أنا مش عارفة الإجابة، بس هدور على الإجابة وارجع لك. فمش عايزين إن إحنا نشكت، أو إن إحنا نقول لا إنت إزاي تسأل سؤال زي كده، إحنا هندور على الإجابة وهنرجع له. والحاجة التانية إن نعرفهم إن إحنا بنصلي عشانهم ونصلي معاهم. لأنه أرجع وأقول، لو إحنا معرفينهم إن المرحلة اللي هم فيها مرحلة صعبة، وإنه على قد ما احنا هنساعدهم ربنا كمان هيساعدهم، وهو يعني الكتاب بيقول عليه صديق ألزق من الأخ، لازم هما كمان يبقى ليهم الاختبار ده مع ربنا. فاحنا هنصلي معاهم وهنساعدهم ان هما يبقى العلاقة دي قوية معانا وكمان قوية مع ربنا، لأنه في السن ده سهل قوي ان هما يحسوا ان هما وحيدين، وانه لو اصحابهم اللي بره بيتريقوا عليهم او حاسين ان هما متخلفين، فطب احنا مين صداقاتنا؟ انا افتكر لما كان ابني كبير في الهاي سكول قال لي، يعني اشكر ربنا جدا على اصحاب الكنيسه، لان انا لو ما كانش عندي الاصحاب دول مش عارف كنت هعمل ايه، لان انا ما عنديش صحاب في المدرسه. محتاجين صداقات، ومحتاجين ان هم يبقوا جزء من مجموعه. لو هم مش هيقدروا يعملوا كده في صداقات المدرسه، لازم نوفر لهم. لو احنا بنروح الكنيسة يبقى نوفر لهم من خلال الكنيسة المجموعة من الولاد اللي احنا طبعا نقدر يعني نبقى عندنا تراست فيهم، بس لازم نوفر لهم صداقات كويسة وصداقات تبنيهم، ونساعدهم ان ونفهم ان لو هم متضايقين ان الولاد في المدرسة بيتريقوا عليهم، نفهم ان دي حاجة بالنسبة لهم. الصداقات مهمة جدا في السن ده، في الأعمار كلها بصراحة، حتى ومن هما في ابتدائي الصداقات عندهم مهمة جدا، وإن هما يبقوا جزء من مجموعة أكبر من الأصحاب، ولاد وبنات مهم جدا. فخلينا نتفاهم إن لو الموضوع ده مضايقهم ليهم حق، فنصلي عشانهم ونصلي معاهم ونأكد لهم إن إحنا فاهمين اللي بيعدوا فيه، وإن إحنا عايزين نساعدهم. ده تقريبا كل اللي فاضل لينا في الموضوع ده. انا هعيد الكلام اللي اتقال بسرعه، هو انه فعلا الولاد ابتدوا يعني يلاقوا ان اصحابهم هيضحكوا عليهم لو هم ما عندهمش جيرل فريند، ودي الصعوبه اللي هم بيلاقوها. طب نعمل ايه يعني؟ وطبعا
احنا بنرجع باك لان احنا اولاد ربنا، وان احنا مش هيبقى لينا علاقة مع حد معين، هيبقى علاقة في مجموعة، وان احنا هنعاملهم كأصحاب مش اكتر من كده، وما فيش اي علاقات اكتر يعني من كده، ولا علاقات جنسية ولا اي حاجة بره الجواز. انا هقول حاجة تاني برضو، أأكد جزء من مسؤوليتنا هتكون ان احنا نساعدهم ازاي يجاوبوا على الأسئلة دي من أصحابهم، وعلى لما حد يتريق عليهم. فيعني مهم ان احنا نساعدهم يبنوا اقتناع أولا. و I like اللي اتقال انه هل انت ترضى ان اختك تبقى في علاقة مع ولد؟ فهم يقدروا يفهموا ان لما بتبقى حاجة قريبة لبيتنا ولاخواتنا ولعائلتنا، هيقدروا يستوعبوا. دي حكمة طبعا ان احنا نقرب لهم الفكرة انها تبقى على حد معانا في العيلة. ده اول حاجة. الحاجة التانية نساعدهم ازاي يردوا على الولاد لما يتريقوا عليهم في اي حاجة، مش بس في موضوع البوي فريند والجيرل فريند، بس كمان في لو مش هياخدوا فيبنج، لو مش هيدخنوا، لو مش هيستعملوا الكحول، لو مش هيستعملوا مخدرات، ازاي يجاوبوا على الولاد، لان دايما هيبقوا حاسين ان هم مش قادرين يبقوا جزء من مجموعة الولاد اللي بيفكروا بالطريقة دي. ويا جماعة مرات بتحصل حتى في الكنيسة، فاحنا لازم نبقى يعني انا مش بحاول اخوفكم، بس عايزة مش كل الناس اللي موجودة في الكنيسة هي كلها برضو عندها التفكير المسيحي. في ناس بتروح بس مش شرط ان هم عندهم الاقتناع ده. فلازم نبقى يعني بنختار مع عيالنا الاصحاب الكويسين اللي يبقى ليهم تأثير عليهم كويس. بس طبعا يعني انا بالنسبه لي لو كان عندي اختيار بتوين ان هم يصاحبوا مجموعات في المدرسه او في الكنيسه، كنا دايما بنقول لهم المجموعه بتاعتكم في الكنيسه هي مجموعه حلوه، لانها بتخليكم تقدروا ان انتوا يعني انتوا ولدين، عيالي مثلا ما عندهمش اخوات بنات، فحلو ان هم يبقوا في مجموعه ولاد وبنات ويعرفوا يتعاملوا مع البنات بس بطريقه صح، بطريقه ان هي صداقه مش اكتر من كده، في اطار مسيحي. فلازم نوفر لهم المجال ده، ولو مش هيكون من المدرسة يكون من خلال مجموعة احنا بنثق فيها، وعائلات بنثق فيها، وولاد بنثق فيهم، ولاد وبنات، بحيث ان هم ما يحسوش ان هم محرومين خالص من اي صداقات. وفي نفس الوقت لو حد بيتريق عليهم، ايه الجواب اللي يقدروا يدوه، ويدوه عن اقتناع من نفسهم، مش لانه بابا وماما كأنه ضاغطين علينا، لكن لأنه أنا مش عايز يبقى عندي a girlfriend في الوقت ده أو a boyfriend. أنا مش شايف إن أنا يعني محتاج يبقى عندي a boyfriend or a girlfriend. I have friends وأنا مبسوط كده. فلازم برضو يبقى عندهم الاقتناع، ويبقى عندهم الـ مش عارفة أقول إزاي، confidence، يعني قوة الشخصية إن هم يقدروا يتكلموا باقتناع، وان الولاد ما يتريقوش عليهم. فالحاجتين دول مهمين، يكلموا باقتناع، وان هم يوروا ان هم عندهم يعني يقدروا يقفوا لاي حد من اصحابهم اللي بيتريقوا عليهم او يستهزئوا بيهم او الكلام ده كله، ان الكلام ده بيحصل. وانا زي ما قلت لكم، لان انا جيت في السن ده من مصر، انا نفسي اختبرته، وكان مرات بيضايقني جدا، وكنت ارجع اقول لماما ماما الولاد اصحابي يعني بيتمسخروا بيا، بيقولوا لي انت مش طبيعيه يعني. فكل الكلام ده بجد، ولازم نبقى احنا يعني متفاهمين، وما نقول لهمش ده كلام عيال، ده كلام فاضي، لكن نعلمهم ازاي يردوا وايه اللي يقولوه، وان هم يبقوا عندهم اقتناع لما يكلموا مع اصحابهم. السؤال هو امتى اتكلم مع بنتي على مرحلة البلوغ؟ هل استنى لما هي تسأل ولا انا افتح الموضوع معاها؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا، بس هرجع اعمل مراجعة سريعة على السؤال ده. والزوم لينك اكشلي لسه ما وصلنيش للمحاضرة اللي فاتت، فانا اول ما يوصلني هبعته لكم، لان المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على عمرين، اتكلمنا من 9 شهور ل3 سنين، واتكلمنا من 4 سنين ل7، والنهارده اتكلمنا من
8 ل 13 و13 لآخر الثانوي. فلما كنا بنتكلم من سن 4 ل 7 8 سنين، الوقت ده في ولاد بيجي لهم البلوغ على السن 8 سنين، which is بدري قوي ومش كتير. فإحنا اللي كنا بنقوله إن على سن 7 8 سنين لغاية 13 معظم العيال هيبتدي يجي لهم البلوغ. فإحنا حتى لو هم ما سألوش، في منهم بيسأل طبعاً، وفي عيال بطبيعتها يعني عندها الكريوسيتي دي وبتسأل أكتر، وفي عيال بطبيعتهم يتكسفوا يسألوا أولاً، ومش شرط إن هم عايزين يبادروا بحاجات زي كده. فإحنا اللي قلناه إن من سن 7 8 سنين ل 13، السن ده يعني لازم، لأن أوحش حاجة ممكن تحصلهم إن هم يلاقوا نفسهم already في داخلين على سن المراهقة وبيحصل لهم تغييرات وهم مش فاهمين إيه اللي بيجرالي ده. وفي نفس الوقت اتكلمنا على إن المدرسة بتدي للأهالي، أنا في مدرسنا كانوا دايماً يجيبوا لي ورقة، إحنا المدة اللي جاية هنتكلم على المواضيع دي في الجنس وفي الجهاز التناسلي والكلام ده، فأنا ببقى عارفة إمتى هيسمعوا من المدرسة كمان. فلو إحنا يعني مأجلين لغاية دلوقتي، في كذا حاجة ممكن تساعدنا نقرر إمتى نفتح الموضوع معي. definitely السن بتاع من 7 ل 13 ده لازم الكلام ده يحصل، ده أولا. الحاجة التانية، هنعرف إمتى المدرسة ناوية تكلمهم في المواضيع دي، فلازم إحنا نبقى قبل المدرسة. يعني أنا لما الورقة دي كانت بتوصلني وفي حاجة أنا ما وصلت لهمش، أنا المرة اللي فاتت قلت لكم أنا بجيب الولد بقول له الورقة دي وصلتني قبل ما أمضيها، أنت عايزني أمضيها؟ بيقول لي آه، يعني كأنه مش معقول هتقولي لي ما حضرش الفصل. بقول له طيب الكلام اللي هيكلموك عنه هيكون كذا كذا كذا، وانا عايزه اعرفك انه في حاجات معينه احنا يعني علشان احنا بنؤمن بحاجه مختلفه، فمثلا الجنس قبل الجواز دي حاجه لازم يفهموا ان المدرسه هتقول لهم اجل الجنس، بس لو يعني مصمم لازم تبقى واخد بالك وتلبس مش عارف ايه وتعمل ايه. فانا لازم المواضيع دي افتحها معاهم قبل ما المدرسه تفهمهم انه كانه يعني لو هتعمل جنس اتس اوكي. فانا بقول له لا، احنا بنؤمن بانه الجنس ده في اطار الجواز، وربنا عامل الديزاين بتاع الجواز انه كده، وحتى لو في رغبه الكلام ده كله. ف برضه دي حاجه تاني، انه لو المدارس هتبتدي تتكلم مع الولاد انا الحق قبل المدارس. والحاجه التانيه انه لازم قبل البلوغ يكونوا او المراهق يعني السن ده نكون احنا اتكلمنا معاهم، واحنا بقى اللي نفتح معاهم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على ايه اللي نتكلم فيه، ازاي نوضح لهم ونشرح لهم، وبطريقه علميه جدا. الموضوع مش محتاج يدخل في انه الجنس بيحصل ازاي، بس بطريقه علميه جدا نوريهم ان ده الجسم التناسلي بتاع الست وده الراجل، والبيبي بيحصل بالطريقة دي وبطريقة جدية جدا وبطريقة علمية جدا، لأن ده اللي هيسمعوه في الكلاس في المدرسة، إيه اللي الآباء يعلموه للأولاد في السن من 4 ل 7 سنين. اتكلمنا على أجزاء الجسم يعني نفهمهم ايه الاجزاء بتاعه الجسم التناسلي زي اي حاجه تاني، زي ما بنعلمهم الجهاز الهضمي الجهاز التناسلي ممكن، وحسب برضو الليفل اوف ماتوريتي بتاعه العيل وايه كميه الاسئله اللي بيسالها. ممكن نستنى لما نبقى اقرب لل7 سنين، بس لو سالوا اي حاجه في السن ده تبقى على قد السؤال، بس نبتدي نوضح. السن ده هيبتدوا يسالوا البيبي بيتعمل ازاي، ازاي بينزل من بطن ماما لما يشوفوا حد حامل، كلام زي كده. فهنبتدي نحتاج نوضح شويه بس على قد السن، يعني 4 سنين غير 7 سنين خالص، فحسب السن نبتدي نوضح. بس لو سالوا اي اسئله زي كده هنحتاج ان احنا ندي معلومات كافيه بالنسبه ليهم. فمعظم اللي هيسالوه هيكون انا جيت ازاي؟ ازاي البيبي بيتولد؟ ازاي بينزل من بطن ماما؟
يسألوا كتير قوي على الاختلاف بين الولد والبنت، نبتدي نفهمهم كويس قوي، لأن هيشوفوا معلومات كتير من التلفزيون ومن الإنترنت والكلام ده، ونبتدي نفهمهم لو في حاجة سمعوها وأنا مش يعني I don't like، هنحتاج إن إحنا نوضح لهم إن لأ التي في بيقولوا في الشو ده إحنا مش ده اللي إحنا بنؤمن فيه أو بنعلمه أو الكلام ده كله. فدي الحاجات اللي محتاجين نلاحظها، بيتفرجوا على إيه، إيه الـ البرامج بتعلمها لهم. وبالنسبة للمواضيع دي نبقى صراح معاهم. وأنا قلت لهم ولادي يسألوني أسئلة، مثلا كان يشوف واحدة حامل يقولوا لي هو البيبي بينزل إزاي، وأنا كنت واضحة معاهم في السن ده، قلت لهم بينزل بطريقتين، يا إما الدكتور بيفتح البطن وبيعرف يقفلها تاني، أو بينزل من تحت، ربنا عامله ان هو ممكن ينزل زي ما بتعمل نمبر 2 او نمبر 1، وبتقفل تاني برضو ربنا عاملها تقفل تاني. يعني ده الطريقة اللي ربنا بينزل بيها البيبي. فمش غلط ان احنا نبقى صراح كده. في سؤال حلو خالص بيقول لو احنا عايزين نساعدهم في التوضيح، ايه المصادر اللي ممكن نستعملها للتوضيح؟ أنا المرة اللي فاتت وريتكم وهوريكم تاني برضو المرة دي، وهبعت لكم المعلومات دي. أنا حطيت كذا سلايد فيهم المعلومات عربي وإنجليزي للي بيفضل حاجة من الاتنين، خليني أوريها لكم. في كذا مراجع في عربي وفي إنجليزي، وأنا عندي كتب يا جماعة عربي وإنجليزي برضو للي عايز. فأنا المرة اللي فاتت قلت لكم وهقول لكم تاني المرة دي، اللي عايز أي موارد في كذا حاجة، أربع كتب إنجليزي للي بيحب الأربعة دول اللي في الصورة، دول بيكلموا على كل ايج جروب، من صغير خالص لكبير خالص، للي يحب يقرأ إنجليزي وأنا عندي، فاللي عايز ممكن يتواصل مع إيمان وأحاول أوصل له المعلومات دي. ده أول حاجة. الحاجة التانية في كذا لينك هنا هبعته لكم في السلايدز، بمعلومات برضو تقدروا توصلوا لها أونلاين للي عايز يقرأ ويستعمل الموارد دي. دي موارد حلوة خالص. في بقى حاجات عربي أونلاين، في واحدة اسمها الثقافة الجنسية بدون إحراج، دي تقدروا تداونلود وتستعملوها. وفي حاجة تاني برضو أسئلة محرجة مع طفلك الباب الرابع للي عايز. في كمان حاجة تاني إنجليزي بتقول تعليم العصفورة والنحل، برضو it's a link تقدروا تستعملوه. وفي مواردين مسيحيين برضو مفيدين جدا للي بيحب يسمع برامج على يوتيوب. في مدرسة المسيح اللي هي الثقافة الجنسية للأسيس سامح موريس، عامل ثلاث حلقات عن كل age group للي حسب أولادكم في أنهي سن. وبعدين في برنامج تاني برضو اسمه برنامج الكوتش، عامل كذا حلقة مخصوصة عن تربية الولاد وبالذات الثقافة الجنسية للي يحب عربي. فأنا حاطة لكم موارد عربي وإنجليزي للاختيارات، هبعت لكم السلايدز دي كمان كذا يوم. وطبعا السلايدز دي كلها بالكلام اللي اتكلمنا فيه والزوم لينك نفسه. فده بالنسبة للموارد اللي عندنا. أجان لو عايزين أي كتب بس عرفوني وأنا أحاول نتواصل وأديكوا أي معلومات وأي كتب أنتوا محتاجينها من اللي عندي. السؤال ده هيبقى يعني المعاناة بتاع كل الأهالي، مش بس في الموضوع ده بالذات عن الجنس، بس في أي موضوع تاني. فهو السؤال، الولاد التانيين في الحلقة السوشيال بتاعتنا بيوصلوا للبنت معلومات كتيرة، ازاي يعني ايه الطريقة اللي نقدر يعني تكنترول بيها شوية المعلومات، او على الاقل نعمل ايه علشان سنها لسه صغير على المعلومات اللي بتوصلها. ف ده سؤال حلو قوي، وزي ما قلت هنعاني منه على across the board. وانا بصراحة كنت مرات ابقى مأجلة بعض المواضيع اتكلم فيها مع عيالي في اي موضوع، ولاقي انه يعني مثلا في موضوع such as homosexuality او
مواضيع زي كده كنت بصراحة مأجلها شوية مع عيالي، وبعدين لقيت إن هما بيكلموا فيها، فعرفت إن أصحابهم أو عيال المدارس أو كده عرفوهم. ما عمرناش هنقدر تكنترول قوي المصادر المعلومات اللي بتوصل لعيالنا، دايما هنلاقي إن في معلومات وصلتهم قبل ما احنا عايزينها توصل، أو وصلت طبعا وهم لسه صغيرين فمش قادرين يستوعبوا الكلام اللي وصل لهم. يعني مش I would say على قد ما هي تضايق على قد ما لازم نتوقعها. فإحنا يعني يمكن الأحسن نتكلم على، لأن مش هنقدر avoid it خالص، هتحصل، ولو ما حصلتش من الولاد اللي حواليهم في المجتمع بتاعنا هتحصل في المدرسة. وفي أهالي، يعني أنا كنت لما كانوا عيالي بيكبروا، كان في عيلة مثلا كانوا مقتنعين إن الولاد لازم يتفرجوا على حاجات أكبر من سنهم علشان ما يبقوش كأنه يعني مش دريانين. فأنا بالنسبة لي كان الموضوع ده صعب قوي، كأنه إيه، طب ليه بس الولاد يعرفوا حاجة أكبر من سنهم، او يتفرجوا على فيلم يكون ريتد ار واحنا لسه في البي جي مثلا افلام. ده هيحصل، وكل عيله ليها الاعتقادات بتاعتها، ومش هنقدر مرات نقول للعائلات كانه ما تخلوش عيالكم او خلوا عيالكم، unless طبعا في علاقه يعني حميمه قوي تخلينا نقدر نعمل كده. والان عيال المدارس هيعملوا كده مع عيالنا برضو، ومش هنقدر تكنترول ده. بس I think إنه مهم أوي إن إحنا نبقى close enough لعيالنا، إنه لما حاجة زي كده يحصل أو نسمعهم بيتكلموا على حاجة، ونبقى عارفين إن إحنا ما فتحناش الموضوع ده معاهم، إن إحنا نكون نقعد نحط وقت في الموضوع، نفهم منهم هم عارفوا إيه، ونبتدي نظبط ونصلح المفاهيم اللي هم سمعوها أو عرفوها. يعني خلينا مستعدين ان دايما نبقى ملاحظين هما بيتكلموا في ايه، او ايه اللي عرفوه او ايه اللي سمعوه، ونصلح المفاهيم دي على قد ما نقدر. بس لان مش هنقدر ان احنا ن shelter them خالص، ان ما يسمعوش اي حاجة من بره.